وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من لندن الأستاذ يسري حسين المحلل السياسي. سيد يسري، أكاديمية التدمير أو أكاديمية التغيير، يعني الفيلم الوثائقي الذي بثه تلفزيون البحرين أحد الأذرع الناعمة للنظام القطري للسيطرة على الشباب ومحاولة زرع بذور الشر وتحقيق الفوضى والزعزعة. ما رأيك في هذا الموضوع؟ أعتقد أن هذا الفيلم وثيقة دامغة وتدين دولة قطر، لكننا كنا نعلم بهذا المخطط لأننا في لندن هنا كنا نرى كيف تم شراء جميع الصحف العربية تقريبا والمجلات ومراكز البحث لنشر هذا الفكر، يعني نفي داخل عقول الشباب خاصة الانتماء للأوطان وزرع أفكار جديدة غريبة الشكل هدفها تفكيك الدول من الداخل وبس الفرقة وبس الشرق والاعتماد على فكرة التهييج وعلى الاعتماد على فكرة أن الدولة القائمة دولة فاسدة ومستبدة ولا بد من تغييرها بطريقة هذا الحشد الشعبي كما حدث تماما في مصر. فهذا المنهج هو تسير عليه قطر منذ سنوات، وما يعني قناة الجزيرة إلا أداة واضحة في بس هذا التدمير في عقول البشر. وكنت في جولة في عدة دول في المغرب في المغرب، فأرهشني جدا أن الجزيرة ما زالت موجودة وتنشر تلك الأخبار وتلك القيم والأفكار الخطيرة جدا، لأنها تبث في الشباب فكرة أن تلك المجتمعات التي يعيشون فيها ونشأوا على أرضها هي مجتمعات فاسدة ولا بد من إسقاطها عبر طريق الحشد والتهييج والكتابة في يعني وسائل التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي والصحف وكل وسائل التهييج من أجل فعلا إسقاط الحكومات التي هم يصفوها بأنها غير وطنية. طيب يعني سيد يسري، كلما يعني تعنت النظام القطري وحاول الهروب من الحلول تحاصره أفعاله وطبعا زيف ادعاءاته، ألا تتفق معنا على عدالة مطالب الدول الداعية لملاحقة الإرهاب؟ تأكيد، يعني مطالب تلك الدول وتكتل تلك الدول هو الخطوة التي تأخرت كثيرا لحماية المنطقة تماما والأمن العالمي تماما. ما يحدث في برشلونة الآن وقبل كده في لندن وفي باريس هو فعلا هو ضمن المخططات التي هدفها تغيير الشباب العربي من شباب ضمن مجتمعات ويسعى بالتعليم وبالعلم لبناء تلك المجتمعات وضمان سلامتها لتحريكه حتى تكون قنابل تنفجر في نفسه وفي الآخرين. أنا لا أعلم كيف يفكر هؤلاء الذين في قطر، تلك الفكرة السوداء لتحويل الشباب إلى قنابل تنفجر في مجتمعاتهم بدلا من أن يكونوا هم بناء لهذه المجتمعات، لكنهم تم زرع فكرة أن الدولة الوطنية دولة مستبدة وكيف يروج لها عزم بشارة عبر منابر كثيرة جدا في لندن خاصة حيث توجد لهم صحف ومحطات تلفزيونية يروجون لتلك الفكرة الخاطئة ويحشدون الآلاف من الكتاب ومن الشباب من أجل ترويج ذلك. إسقاط الحكومات هو هدفهم التام، إسقاط الحكومات وإدخالنا في فوضى عارمة ليس لها نهاية على الإطلاق، سوى تدمير الشعوب وتدمير الأمم التي موجودة منذ آلاف السنين. يعني كيف تنظر أن ليبيا تدمرت والعراق تدمر وسوريا ومصر كان هدفهم إسقاط النظام المصري، لذلك نتيجة صمود مصر فهناك حملة شعواء مستمرة منذ سنوات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه أجهد هذا المشروع وأيضا البحرين. لأن مملكة تحاول فعلا بناء حياتها بالأسس الديمقراطية وبالتشاور وعبر البرلمان لكنهم لا يريدون ذلك على الإطلاق. نعم، من لندن الأستاذ يسري حسين المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.